يقول: لما ذهب خالد رضي الله عنه إلى العزة، خالد بن الوليد ذهب إلى العزة، خرجت شيطانة في صورة امرأة ناشرة شعرها. يقول: هل في ذلك أن الجن يمكن أن يظهروا في صورة الإنسان المعتاد؟ بلا شك يظهرون، يظهرون بصورة حيوان، يظهرون بصورة إنسان، يظهرون بصورة القطط، بصورة الكلاب، تشكلون. الله أعطاهم قدرة على التشكل بأشكال كثيرة. نعم، يخرجون بصورة حية، ثعبان. نعم.